اللي هو اللي دمج بالجوده. ولاية الصطيف ما نقولش تفاجأت ولكن ما كنتش ننتظر باش نشوف مصانع بنفس هذا الطراز هذا، وهذو الجماعة كلهم مشكورين على الشيء هذا. أما بما يخص القطاعات الأخرى نتكلم زيدو، والمحور برج بوعريريج الصطيف راه ولا محور قطب صناعي بامتياز في كل ما يدي، وهذا شيء يعني كذلك رايح يسمح لنا هنا كحكومه ويسمح لنا كمسيرين باش نعرف كيفاش نغطي بعض الاحتياجات تاع المواطن في هذه المواد اللي راهي منتوجه في هذه الولايتين.